موجز الأخبار من الفضائية السورية. صباح الخير. استشهد جندي لبناني اليوم في الاشتباكات المستمرة بين الجيش اللبناني وعناصر فتح الإسلام في مخيم نهر البارد حسب ما أعلن ناطق باسم الجيش. 3000 ساعة من التعليق الصوتي في ناشونال جيوغرافيك وخامة صوت أبهرت كل من سمعها، وشجاعة وجرأة في تناول الخبر. إنه الإعلامي السوري أحمد فاخوري الذي لم تكن حياته المهنية سهلة أبداً، خصوصا في الفترة الأخيرة عندما اضطر للتنكر وتغيير شكله. ترى ما السبب؟ دعونا نصحبكم في رحلة شيقة حول حياة الإعلامي السوري أحمد فاخوري في ملخص القصة. أحمد عبد الرحيم فاخوري هو الاسم الكامل للإعلامي السوري المولود في مدينة حماة السورية عام 1977، حيث درس في مدارسها حتى وصل إلى المرحلة الثانوية، ينتقل بعد ذلك للدراسة بكلية الحقوق في جامعة حلب شمال سوريا. تخرج فاخوري من جامعة حلب عام 2001، ثم قرر أن يتابع دراسته في جامعة دمشق، حيث درس لمدة 2 سنين دبلوم الدراسات العليا، ولم يكمل دراسته لأسباب شخصية وفق ما ذكر في عدة مقابلات أجريت معه. بدأ فاخوري مشواره في هذا المجال بالعمل مذيعاً لنشرات الأخبار في إذاعة دمشق، ودخل مجال العمل التلفزيوني عام 2007 كمذيع أساسي للأخبار في التلفزيون السوري الرسمي. ويتمتع الإعلامي الشهير أحمد فاخوري بخامة صوت رخيمة وجذابة، فضلاً عن لغته السليمة وفصاحة لسانه، وهو الأمر الذي مكنه من الدخول بقوة في مجال التعليق الصوتي للأفلام والبرامج الوثائقية. ويمتلك فاخوري رصيداً كبيراً يزيد عن 3000 ساعة من التعليق الصوتي لقنوات عربية شهيرة، في مقدمتها قناة الجزيرة الوثائقية وناشنال جيوغرافيك. ولم يكتفي أحمد بهذا القدر، فقد كان شغوفاً يحب عمله، حيث دخل مجال إعداد وإنتاج البرامج، كما عمل بالإخراج، حتى أنه كان ينتج أفلاماً على حسابه الخاص. اعتذر فاخوري عن تقديم البرامج المباشرة بعد موقف محرج حدث معه، بينما كان يقدم بثاً حياً ومباشراً مع مراسل من حي الميدان بدمشق، بعد أن واجه خلافات مع التلفزيون السوري. وبعد هذا الموقف اكتفى فاخوري بتقديم نشرة أخبار أسبوعية، ثم ترك عمله في الفضائية السورية بشكل مفاجئ، ولم يعد يظهر إطلاقاً. حينها لم يكن أمامه سوى السفر ومغادرة البلاد، ليكتشف لاحقاً أنه ممنوع من السفر، وتوارى عن الأنظار متنكراً ومتخفياً لمدة 6 أشهر، فتارة يحلق رأسه ليصبح أصلع تماماً، وتارة أخرى يربي شاربه ويرتدي نظارة سوداء سميكة. ويذكر فاخوري أنه في إحدى المرات ترك لحيته لدرجة أن أقاربه لم يتعرفوا عليه، مشيراً إلى أنه استأجر آنذاك شقة قريبة من الحي الذي كان يقيم فيه بدمشق. وكان فاخوري قد زود قناة العربية في وقت سابق ببعض صوره حين كان متنكراً في دمشق خلال عام 2012. وفي عام 2014 انتقل إلى المملكة المتحدة، وبدأ بتقديم الأخبار على شاشة بي بي سي العربية، بالإضافة إلى بعض البرامج الإخبارية. وفي أكتوبر من عام 2017 قدم برنامج تريندينج الذي يهتم بعرض محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، والذي ذاع صيته من خلاله، لكنه في يوليو من عام 2022 أعلن تركه لقناة بي بي سي العربية وانضمامه للعمل في قناة الجزيرة، مقدما برنامج يحمل اسم شبكات. أما فيما يتعلق بحياته الأسرية، فالإعلامي أحمد فاخوري متزوج ولديه طفلان منى وعبد الرحيم، كما أنه لديه قناة خاصة بها على يوتيوب تحمل اسمه وتساعده في التواصل مباشرة مع جمهوره. ويقدم فاخوري من خلال تلك القناة معلومات ثقافية وتعليمية واجتماعية خفيفة تزيد من قوة الترابط بينه وبين متابعيه، وقد حصدت القناة ملايين المشاهدات منذ إطلاقها وحتى اليوم. فهل كنتم تعرفون كل هذه المعلومات عنه؟